بيحكي لنا القرآن قصة مؤلمة في وسط لهيب النيران المستعرة ودخان الجحيم صاحب الرائحة القبيحة. يصعد الشيطان على منبره ليخطب خطبة الإنجاز الأكبر ثم يتلوها الوداع. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وكأن الشيطان بيقول: فين عقولكم كانت يوم ما حطيتوا وعدي في كفة ووعد الرحمن في كفة؟ الرحمن وعدكم بلذة الطاعة ثم النعيم والرضا الأبدي، وأنا وعدتكم بنشوة المعصية ثم أوهمتكم بعد كده بالنجاة. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبرز الشيطان الحقيقة المؤلمة، إنه لم يكن السبب الأكبر فيما فيه أهل النار دلوقتي، إنما السبب الأكبر كان بمساعدة أهل النار، هم اللي تركوا نفسهم لوساوس الشياطين وفتحوا الطريق أمام ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لم يكن من الشيطان إلا الإشارة البسيطة والنصيحة الخبيثة والتزيين اللي هو توعد بيه من زمان: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أما من قام بالفعل الأكبر هو نفس الإنسان التي سمحت للشيطان بالتأثير عليها. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كأن الشيطان لمح في عيون أهل النار نظرة العتاب المشوبة بالغضب، فقال لهم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كان العتاب الأولى يبقى على أنفسكم في الدنيا اللي استجابت لغويتي وتزييني للشر وحثي على الإفساد في الأرض وتخويفي من كل نافع. ربنا سبحانه وتعالى حكى لكم عن كفري وعنادي، وأنا من زمان وأنا بتوعد ليكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وكأن الشيطان بيبرز الحقيقة الكبرى، أنه لا نافع ولا منقذ ولا معين ولا متولي لشؤون العبد إلا سيده ومولاه: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مهما صرختم لن أستطيع تولي شؤونكم ولا إنقذكم، ولا أنتم أيضا تستطيعوا أن تخرجوني من لهيب النيران. عشان يقول الحقيقة الكبرى، أنه لا نافع ولا باقي للعبد إلا سيده ومولاه. وكأنه نصيحة من الشيطان في القرآن إن في دنيا الناس يجأر العبد ويصرخ لمولاه إنه ينقذه من وساوس الأبالسة وينقذه من معسكر الشياطين حتى يحيا تحت لواء سيد المرسلين.